نعم، الحديث التالي. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا وسط قاعد وسط حلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. نعم، هذا حديث ضعيف لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلقه اللي ينبغي لنا ان نفهم انها تسبب الفرقه، فنرى بعض الناس اذا ارادوا ان يجلسوا جلسوا في شكل حلقه، وهذه الحلقه ما بها فارغه، فيحصل التباعد. والسنة هي التقارب، السنة هو التقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: لا، ما لي أراكم عزين، في صحيح مسلم، ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم من الشيطان، إن تفرقكم من الشيطان، فالتفرق من الشيطان. نعم.